وحياكم الله مرة ثانية مشاهدينا. بنتقل لضيفي معنا في الاستوديو خبير وسائل التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني. حياك الله في دردشتاج. هل اليوم السوشيال ميديا قلت لك حياك الله ما في في الموضوع تمام الحمد لله شوف ما تروح لا عارف كيف تكمل. طيب هل اليوم السوشيال ميديا فعلا بتسحب البساط من يعني خلينا نقول القنوات الفضائية بميزة البث المباشر؟ هلا زي ما نشوف نحن كأشخاص بكل يعني البلدان العربية استهلكنا للفيديو عم يكون كتير كتير كبير. نعم. وإذا بنشوف نحن إذا بترقبها كل 6 أشهر بتلاقي أكثر من 6 أشهر اللي قبلها فكمية استهلكنا. وكمان إذا بنراقب يعني كمعلومات اللي عم تحطها إنستغرام وفيسبوك عن قديش ناس هي عم تنتج فيديو كمان يعني كعدد عم يكبر. فالفيديو عم يكون كتير له دور كبير بطريقتنا اليومية. نعم. حتى كمان أنا بس أحكي مع يعني شركات اتصالات عادة هني بالأول عندهم خسارة بالمصاري لأنه كلنا عم نستعمل واتساب وفايبر للاتصالات فكمردودهم خف بس رجع مردودهم من البيانات عم بيعلى كتير من بيانات الفيديو من استهلاكات الفيديو والإنستغرام وغيره. يعني في مؤسسات بعرفهم عم يكون بين من 20-50% من مردود شركة الاتصالات اللي هو كتير كبير لأنه نحن كأشخاص عم نستهلك كمية هائلة من المعلومات عن الإعلام الاجتماعي وخاصة الفيديو هي اللي بتاكل البيانات أكتر شيء. نعم. إذا سألنا السؤال أن ليش شبكات التواصل الاجتماعي طرحت ميزة اللايف؟ هني شبكات التواصل الاجتماعي لهم مصلحة إنه نحن كأشخاص نقضي يعني نفوت كذا مرة على 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 إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب كل يوم يعني عدد المرات اللي نفوت فيها على 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 المنصة بالكليكس يعني مزبوط يعني تفتح يعني يكون على تليفونك تكبس تفوت تشوف إنستغرام مرة 2-3-8 مرات بالنهار. وكمان إله مصلحة نحن يكون عنا وقت أكتر ضمن هالمنصة. فالفيديو بدل ما يكون إذا كان يعني مكتوب إنه عم تقرأ شوي أو صورة بتقرأها شوي وتمشي صحيح بالفيديو لا نعم. تأخذ وقت بتشوف بتسمع بتروح على فيديو تاني وتالت ورابع. طيب بهذه الميزة ميزة اللايف يعني أكيد زاد عدد المتابعين على السوشيال ميديا. هل فعلا أن يعني حققت هذا النجاح اللي مرجو من شبكات التواصل الاجتماعي؟ اليوم أنا كتويتر مثلا لما طرحت بيرسكوب هل عملت النجاح اللي أنا توقعته؟ فيسبوك إنستغرام كيف اليوم تقيس هذا النجاح؟ هل هني بيقيسوا النجاح يعني بالآخر هني عندهم مردود مالي من الدعايات. نعم. والأشخاص كل ما تقضي وقت أكتر بهالمنصات كل ما يكون في مردود دعائي أكبر. نعم. فبتشوف أنت لما حدا عمل لايف لما تطلع أنت لايف أنا بيقول لي نور الدين is live. نعم. فوت دغري بشوف نور الدين شو عم يعمل أنا بهتم فيك. نعم. هني شو لهم استفادة أنا كنت تارك تليفوني على جنب ما فايت على 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 إنستغرام. نعم. بس أنا عم من ورك عم تابع وفوت شوف. ففي عدد أشخاص أكتر عم يجوا. نعم. لهم استفادة كتير كبيرة بهذا. فهم يعني بالتالي كل ما أنت كنت على تليفونك مباشرة لهم فائدة من العائد المادي اللي يجي من الإعلانات خلينا نعم. نقول. نعم. طيب اليوم لو بنقارن منصات التواصل الاجتماعي ككل خلينا حتى نحط يوتيوب كمنصة تواصل اجتماعي يوتيوب إنستغرام فيسبوك تويتر منو أكثر تدخل مردود مادي؟ من خلال اللايف خلينا نحن من خلال اللايف هلا هني لما يطرحوا المردود المادي تبعولهم ما بيحددوا انه باللايف هلا نعم نعم بس اذا ما نشوف نحن المردود تبع فيسبوك مثلا هني كل 3 أشهر بيطلعوا صافي ارباح يعني بعد موظفين ومكاتب وكل شيء 3 مليارات كل 3 أشهر بس مساكين ولا شيء. طيب من اكثر منصه تستخدم اللايف حاليا؟ إنستغرام عملت من شي أسبوعين تقريباً عطوا نمر العدد بالتسارع الأكبر ضمن المنصات عم بيكون إنستغرام وعم بيقولوا كمان إذا بيكفوا بهالوتيرة التسارع رح يوصلوا قد كبر فيسبوك اللي هي أكبر شيء. واو بس إنستغرام لفيسبوك واتساب كمان واتساب يعني نفس الشركة تعمل 4 من الجيب للجيبها. طيب اليوم خلينا نحن في عنا تحدي حقيقي استاذ ايمن في شبكات التواصل الاجتماعي اللي تطرح البث المباشر. اكيد سمعت ضيوفي قبل شوي وقلنا في ايضا في المقدمه ان هناك جرائم قاعده تنقل على الهواء مباشره من خلال ميزه اللايف او البث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي. هل فعلا هناك منصات قاعده يعني تاخذ خطوات حيال ذلك ولا الموضوع ان لايف اعمل فيه اللي بتسويه؟ هلا في شقين في شقة يعني كمضمون نحن كأشخاص شو منطلع وفي نعم. شق كمان هالمؤسسات شو دورها وإذا بدها توقف هالمضمون يطلع نعم. هلا كمضمون يعني أنت يعني بالحلقة قلت إنه في مواضيع تافهة منها كتير مهمة الناس عم تحكي فيها وفي مواضيع تانية مهمة والحلو بالإعلام نعم. الاجتماعي
كل واحد بيلاقي الأغراض اللي بده إياه هو، يعني هو بيتابع المواضيع اللي بتهمه بيلاقي أشخاصه وبيتابعهم. هلأ هني كمنصات لأنه صار في كتير مشاكل يلي حكيتوا فيها على هوا، عم يجربوا يعملوا أدوات أحسن وأحسن كرمال يعني يعرفوا هني على بكير في مشكلة بهال البث المباشر حتى يوقفوه. ففي في يعني في الاشخاص تعمل يعني في فيها تعمل بوست بقلبها انه هذا المضمون فيه مشكله، او هن كان فيهم يراقبوا التفاعل اللي عاده بيصير اللي بيساعدهم كمان خاصه باوقات معينه اذا كانت سياسيه او اجتماعيه او مشاكل غيرها. صحيح. طيب ايمن انا شاكر لك جدا وجودك معنا اليوم، يعني سلطت الضوء على امور انا ما كنت حتى اعرفها والجمهور اكيد ما كان يعرفها من خلال طبعا خبراتك في مجال شبكات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا كان معنا ايمن عيتاني خبير شبكات التواصل الاجتماعي. Thank you.